معانا اسئله من الحلقه اللي فاتت واللي قبلها. الست نبيله سالتنا المره اللي فاتت عن الوقت الخاص بقيام الليل، هي بتقول امتى بيبدا قيام الليل يا ست نبيله؟ من بعد صلاه العشاء، وانت حضرتك بعد ما تصلي صلاه العشاء تقدري تقومين الليل، مثنى مثنى كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب انت بتحبي تصلي صلوات قبل صلاة الفجر، الصلاة قبل الفجر لازم تبقي عارفة حضرتك انها من جملة احياء الليل بالعبادة، لكن هننبه على شيء، انا احيي الليل سواء عقب صلاة العشاء مباشرة بقوم بقدر، وبعد كده ممكن بنام شوية اقوم تاني قبل الفجر، او بقوم بيهم مباشرة قبل الفجر، كل ده جميل بس من دون ما اكرر الوتر يا صاحبة السؤال، لانه لا وتراني في ليلة.